marital status او الحالة الاجتماعية. طبعا ده جزء مهم جدا. انت اوريدي بعد ما بتعرف نفسك بتقول الحالة الاجتماعية بتاعتك في السي في، بعد ما بتكتب اسمك بعدها بتعرف الحالة الاجتماعية بتاعتك. طيب ازاي تعرف الحالة الاجتماعية او marital status in English؟ اولا عشان تسأل السؤال ده لحد تقدر تسأل تقول What's your marital status? What's your marital status? عشان تجاوبه بقى بشكل صحي in English بشكل جملة كاملة، اولا بتبدأ بالsubject او الفاعل، الشخص يعني اللي احنا بنعرف او بيقول الحالة بتاعته، الحالة الاجتماعية بتاعته. تاني حاجة الverb، بنستخدم verb to be، اي شكل من اشكال verb to be اللي بيناسب السبجكت. بعد كده الكلمات اللي بنستخدمها لوصف الحالة الاجتماعية اسمهم adjectives يعني صفات. ايه هي بقى الكلمات اللي هستخدمها لوصف الحالة الاجتماعية؟ هقولكم عليها من خلال قصة حياة الأستاذ أمين، مش هتفرق. اولا الأستاذ أمين خلص الكلية بتاعته ولسه هيدور على شغل ومش شايل هم المسؤولية عشان هو single. He is single. بعد فترة اتعرف على الأستاذة ياسمين واتخطبوا. They are engaged. Engaged. وبعد فترة اتجوزوا. They are married. Married. وبعد فترة اتخانقوا وسابوا بعض. They are divorced. Divorced. وهنا الدي اللي في الآخر بتنطق بصوت التي، تا سام. وبعد فترة اتصالحوا ورجعوا لبعض تاني، لكن من صدمة الأستاذ أمين اتوفى، فبقت الأستاذة ياسمين widow. She is widow. لكن لو كانت من الصدمة الأستاذة ياسمين هي اللي ماتت، كان هيبقى الأستاذ أمين widower. He is widower. وبعد فترة الأستاذ أمين، لا ده خلاص كده توفى. Rest in peace Mr. Amin.